هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات. من محافظة سوهاج، فيها أعلنت الجامعة أنه وحدة الغدد الصماء والسكر للأطفال بتستقبل أكثر من 120 حالة شهريا. فالبحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 14 رحلة طيران دولية أوروبية. أما في المنوفية فبتبدأ اختبارات محو الأمية دورة يوليو بجميع مراكز وقرى المحافظة. وفي كفر الشيخ بتعلن عن قطع المياه عن مدينة بيلة لأعمال الصيانة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنتعرف عليها في التقرير اللي جاي. أخبار كتير شهدتها المحافظات. جامعة سوهاج أعلنت أن وحدة الغدد الصماء والسكر للأطفال بتستقبل أكثر من 120 حالة شهرياً وبتقدم لهم الرعاية الطبية والعلاج بالمجان، وتم خلالها إجراء العديد من الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه لاستكشاف أفضل الأساليب الطبية في تشخيص وعلاج ومتابعة أمراض السكر والغدد الصماء في الأطفال. ده إلى جانب نشر العديد من هذه الأبحاث في الكثير من الدوريات العلمية الدولية المتخصصة في أمراض السكر والغدد الصماء في الأطفال. في المنوفية، أعلن فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بدء عقد امتحانات محو الأمية دورة يوليو 2024 بجميع المراكز الإدارية بمراكز وقرى المحافظة لمدة 5 أيام، وبتستمر حتى الخميس 1 أغسطس القادم، خاصة أن قضية محو الأمية على رأس أولوياته، مما كان له عظيم الأثر في تحقيق نتائج متميزة من أجل الوصول لمحافظة خالية من الأمية للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المنوفية. كمان مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر بتباشر تنفيذ خطة طبية شاملة تتضمن الكشف الطبي المجاني على المواطنين بشواطئ الغردقة ضمن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة، وتم إطلاق عيادات طبية متنقلة تجوب الشواطئ العامة في الغردقة ضمن خطة تأمين طبي شاملة تهدف لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين. في الدقهلية، أعلنت مديرية الصحة توقيع الكشف الطبي على 1285 مريض ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية في قرية موسى العربي مركز بالأس، وضمت القافلة 10 عيادات متنوعة منها 2 أطفال، بطنة، الجراحة، العظام، الأنف والأذن، الرمد، الجلدية، الأسنان، والنساء وتنظيم الأسرة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة إكس راي. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ أعلنت قطع المياه عن مركز مدينة بيلة اليوم الاثنين من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً لمدة 12 ساعة، وطلبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.